أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أولئك، انتبهوا للواو إيش عليها؟ عليها صفر مستدير. لم يكونوا برضو فينا ألف عليها صفر مستدير. انتبهوا دائما في القرآن يا إما في صفر مستدير يا إما في صفر مستطيل. كمان هنا في عندك كانوا صفر مستدير، كانوا صفر مستدير، أولئك برضو صفر مستدير. طيب شو حكم هذا الصفر المستدير؟ سهل جدا، حرف كأنه مش موجود أمامك، لا
حققي قرأته لا وصلا ولا وقفا. معناته هذا الحرف الواو لا يلفظ. نفس الشيء في الألف لا تلفظ. أولئك، أولى أولى، ما بقولش أولئك. هاي معنات الصفر المستدير اللي انتو شايفينه قدامكم بهالشكل هذا، هو سكون حرف ساكن ولكن لا يلفظ. وهكذا كتب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا وصل إلنا. ليش وعشان إيش وكيف الله أعلم، ولكن هذا المطلوب منا، إنه هنا بمجرد ما أشوف حرف عليه صفر مستدير لا ألفظه. بس طبعا في عندي الصفر المستطيل، بعدين لما يجي وقته بنحكيه بإذن الله تعالى. ننتبه كمان لم يكونوا معجزين. انتبهوا للمدود الطبيعية، المدود الطبيعية أكثر شيء نختلسها وإحنا مش منتبهين، وهي من الحروف اللي فيها خفاء، إن كانت الحروف حروف المد الثلاثة أو الهاء، هي حروف فيها خفاء إن لم نحققها ونعطيها زمنها ونرتب لفظها ونخرجها من مخرجها صحيح، وإلا هتختفي وإحنا مش منتبهين. معجزين، معجي، العين دائما يا أخوات، الهمزة والهاء والعين والحاء والياء، إذا بدك توصلي على مخرجها صحيح وتلفظيها صحيح بدها شوية ابتسامة بدون تكلف، حتى لا تخرج عايمة، يعني بيقولوا عنها العين العائمة، لا هي مع، على ابتسامة خفيفة نوصل للمخرج بدون عصر بدون تكلف، معجزين. طيب في الأرض، دائما كلمة الأرض بصير فيها خطأ، يا إما بفخم الهمزة بقول في الآ عشان أفخم الراء والضاد، والهمزة دائما في عموم القرآن في كل القرآن مرققة، إذا انتبهي في الآ وبابتسامة زي ما حكيت، في الآ في الآ، أر عند الراء والضاد بأتجهم حركة الفك ما بين ابتسامة وتجهم، سبحان الله، فالهمزة مرققة إذا ببتسم فيها، في الآ في الأر ضي في الأرض، الراء عشان ما يصيرش فيها تكرار بسيطة جدا، ضعي لسانك في مخرج الراء بلطف بلطف، واعطي زمن الراء اللي هو التوسط، واعطيه كمان صوت وجريان جريان الصوت، في الأرض في الأرض في الأرض، بس عشان ما يصيرش عندك تكرار، ما تشديش على الراء أبدا. والضاد يا أخوات ما هي إلا حرف رخو، لو وقفت عليها بدي أعطيها زمن، إحنا من دائما الضاد بنعتبرها شديدة، لا مش شديدة، في الأرض في الأرض ضاد، عشان يطلع صوت الضاد صحيح في عندي الأصوات أول ما بيبدأ الصوت من الصدر، طبعا نقرع المخرج أي حرف عندي بقرع مخرج، ولكن أول خروج الصوت من الصدر، دفع الصوت كله من الصدر، فأنا ما أنا لا أهمل وضع الصدر والحجاب الحاجز في إخراج الحروف، انتبهوا. في الأرض زمن الضاد ننتبه لها كمان، رخاوة إلها زمن، في الأرض ما حدش يقول زمن الضاد اللي هي الاستطالة، لا، أو صوت الضاد اللي بيطلع، إنما هو صوت رخاوة الضاد وليست الاستطالة، الاستطالة ليست لها صوت، انتبهوا. وما كان لهم، كان لهم هنا في حركة فك ضرورية، لام مفتوحة وها مضمومة، بعدين الميم ساكنة وأدغمت في ميم، فلا دائما الغنن، دائما الغنن على وضع الساكن، لهم من،
تحقيق الكسر في الماء في الميم، انتبهوا له، لهم من وليس من، ما فيها إمالة من، والنون مع الدال برضو لازم أكون على وضع الساكن في إخراج الغنة اللي هي الإخفاء. لهم من دوني. فننتبه، سهلة جدا التلاوة، سهلة، بس عرفي كيف تحركي فكك، وكيف متى تتجهمي، متى تبتسمي، متى تفتحي، متى تضمي، وهي عملية سهلة جدا. من دون الله من أولياء، مي برضو الكسرة، من وليس ما، من من أولياء، والوقف على الهمز هنا بنبر أولياء، بتشدي على الهمزة لأنها شديدة وبتعطيها النبر. يضاء الضاد، يضاعف لهم العذاب. القلقلة اللي في حال الوقف دائما الباء من قطبة جد، وإذا سكنت تقلقل. ما كانوا، مدود طبيعية لازم نحافظ عليها، كانوا يستطيع، التاء هنا معرضة تصير طاء وانت مش منتبهة، يستا، لا اتكي على طرف التاء، على طرف لسانك، والطاء استخدمي مؤخرة اللسان في اخراج الطاء، يستطيعون. السمعة سهلة جدا، السمعة، وهنا اختلاس الفتحة وارد اذا ما انتبهتيش لفتح الفك. السمع وما كانوا يب يو يب صي صاد صيرو صيرون. انتبه، بارك الله فيكم.